اول حاجه عايزك تعرفها ان انا ما كنتش شاطر خالص في اعدادي، وكنت جايب مجموع ضعيف جدا جدا جدا، هقوله لك في اخر الفيديو. ومع ذلك انا جيت في اولى ثانوي طلعت الرابع على المدرسه. هقول لك ازاي طلعت الرابع على المدرسه، وازاي جبت مجموع كبير جدا في اولى ثانوي، في نهايه اولى ثانوي، ورغم ان انا ما كنتش شاطر في ثالثه اعدادي. ده كله هقوله لك في اخر الفيديو، فتابع معايا الفيديو الاخر عشان تستفاد باكبر قدر، لان في الفيديو ده هحكي لك عن كل التجربه اللي انا مريت بيها في ثالثه ثانوي، ازاي كنت بذاكر، ازاي مين المدرسين اللي انا كنت بروح معاهم، مين المنصات اللي انا كنت باخد معاها. ده كله هقوله في الفيديو دوت، فعايزك تركز معايا كويس جدا في الفيديو ده عشان تطلع باكبر قدر من الاستفاده، خصوصا لو انت هتخش اولى ثانوي لسه. زي ما قلت في اول الفيديو، انا في ثالثه اعدادي كنت طالب مش شاطر خالص، حرفيا ما كنتش طالب شاطر بالمره، كنت جايب مجموع ضعيف جدا في ثالثه اعدادي. طب كنت انا جايب كام في ثالثه اعدادي؟ كنت جايب على ايامنا بس عشان تفهم كده، على ايامي كان المجموع الكلي من 300 مش من 280، وكنت جايب في ثالثه اعدادي 242 بالظبط، 242 ونص او 243 من 300، وعلى ايامي كان الثانوي بياخد من 230، فانا كنت جايب مجموع الثانوي بس مش مجموع عالي، مش من اول مش اول على المدرسه، ولا من العشر الاوائل على المدرسه في ثالثه اعدادي. طيب ازاي حصل نقطه التحول دي من واحد كان مجموع عادي جدا يا دوب يدخله ثانوي، لواحد جاب تقديرات عاليه جدا في ثانويه عامه، وكان بيطلع من الاوائل على ثانويه عامه، وحاليا هو مهندس طيران وداخل سنه خمسه طيران، اخر سنه ليه في هندسه طيران، وبرده جايب مجموع عالي ومترتب على الدفعه بتاعته. اولا كده انا عمري ما خدت درس عربي في حياتي غير في سنه ثالثه اعدادي بس، وما كنتش حرفيا افقه كلمه في النحو لحد ما خلصت ثالثه اعدادي، لان كنت باخد مع مدرسه ضعيفه جدا في ثالثه اعدادي، ما كانتش بتفهمني النحو، وانا كنت بحفظ النصوص والقراءه والحاجات دي وكنت بخش بحل بيها، بس ستيل النحو عليه مثلا لو الماده من 80، العربي من 80، فالنحو والحاجات دي عليها 20، فانا كنت بقفل 60، بجيب 60 من 80 في العربي، بسبب ان انا بقفل النصوص والقراءه والحاجات دي، انما النحو انا ما اعرفش فيه كلمه. لعند ما دخلت اولى ثانوي ما كنتش افقه عن النحو دوت كلمه واحده حرفيا، قسما بالله النحو ده انا ما كنت اعرف يعني ايه الفاعل ويعني ايه المفعول به، حاجات بديهيه خالص انا ما كنتش اعرف عنها حاجه. المهم بدات اروح لمدرس في العربي بتاعي، بدات احكي له ايه اللي حاصل لي وايه الموضوع بتاعي، ان انا ما اعرفش كلمه في العربي، انا ناقص حوالي 20 درجه بس بسبب العربي، فانا اعمل ايه او ابدا ازاي؟ رحت له وقلت له انا ما افقهش كلمه واحده في النحو، عايزك تاسسني في النحو. قال لي تمام، خليك معايا طول السنه ومش عايزك تسيبني خالص ولا تغيب من ولا حصه، واللي انا هقول لك عليه واللي انا هديهولك في الحصه دوت اللي تروح تذاكره، وباذن الله هتبقى بيرفكت. وفعلا مشيت مع المدرس دوت اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي، مش خلينا بس نبعد عن ثالثه وثانيه دلوقتي، خلينا بس في اولى ثانوي. مشيت معاه طول اولى ثانوي، وحرفيا عقبال ما وصلت لاخر السنه ايام الامتحانات انا كنت احسن من الطلاب نفسهم الاوائل، وكنت احسن من الطلاب اللي بياخدوا عربي من اول اولى ابتدائي. اما بالنسبه للانجليزي فانا عمري ما خدت فيها دروس في ابتدائي، هي والعربي عمري ما خد فيهم. العربي اول درس كنت اخده كان في ثالثه اعدادي، اما بالنسبه للانجليزي كنت باخد انجليزي بس من اول اولى اعدادي، تمام؟ فانا كنت باخد مع مدرس كان مش مشهور عندنا، كنت باخد انا وثلاثه بس، كلنا على بعض كنا ثلاثه، كنا بناخد مع مدرس عادي جدا مش مشهور عندنا، تمام؟ بدا ياسسني في الانجليزي. طبعا بدات اقول له انا حرفيا ما اعرفش كلمات خالص غير هو مثلا اسد يعني لايون مش عارف ايه، الكلمات البديهيه جدا اللي عيل في اولى حضانه بيبقى عارفها. بدات اقول له انا مش عارف غير دول بس، ما اعرفش يعني ازاي الجمله في الانجليزي بتتكون من ايه، والجمله دي بتتكون من ايه، ما اعرفش يعني ايه فيرب، ما اعرفش يعني ايه سبجكت، ما اعرفش حرفيا حاجه في الانجليزي. بدات اروح له بدات احكي له مشاكل ان انا مش عارف كذا كذا كذا، قلت له انا عايزك تاسسني وتظبطني في الانجليزي. وفعلا رحت له من اول اولى اعدادي، بدا يعرفني يعني فعل ويعني فاعل ويعني ايه مفعول به، يعني الجمله دي بتتكون من ايه، الجمله مش عارف ايه، وحرفيا بدا يظبطني في الانجليزي. وفعلا بدا اللي هو يقوله لي انا اروح اذاكره، اللي هو التمارين اللي يقول لي عليها بدات اروح احلها، هو ترجم كل كلمه انا عارفها مش عارف، بدات اترجمهم، واي كلمه تيجي انا مش عارفها اقوم كاتبها بالرصاص كده، معلم تحتها بالرصاص، واكتب جنبها الكلمه دي معناها ايه، وبدات اروح للمستر واقول له الكلمه دي معناها ايه، والكلمه يقوم قالها لي مترجمها لي، وانا اروح البيت اقوم حافظها، رغم ان هي بتبقى من الاسئله مش كلمات بس، لا برضه اروح اسئله احفظها، والكلمات اللي هو كان بيديها لي كنت اروح احفظها. ده بالعكس ساعات الدرس الجديد اللي هي لسه هيتشرح اكون مروح مسمعه مع الدرس
الدرس القديم عشان الحصه الجايه ابقى اسمع له الدرس اللي عليا المره دي، والدرس اللي فات لو مثلا غلطت في حاجه او كده اكون مسمعه له. بقيت ببذل اقصى جهد عندي عشان اضيع اعوض كل اللي فاتني في ابتدائي، كل الحاجات اللي انا ما كنتش متاسس فيها في ابتدائي بدات اعملها سواء في العربي او في الانجليزي. يبقى كده انا عايزك اول حاجه تعرفها واول حاجه عايزك تعملها اول ما تخش ثانويه عامه ان انت تحدد مشاكلك، تحدد ايه اللي انت عارفه وايه اللي انت مش عارفه، وانت ضعيف في ايه وانت مش ضعيف في ايه. تاني مشكله كانت بتواجهني في ثانويه عامه ان انا ما كانش ليا اخوات اكبر مني دخلوا ثانويه عامه، تقريبا كلهم كان ازهر فما كانش ليا اخوات دخلوا ثانويه عامه، فانا ما كنتش عارف احدد مين افضل مدرسين ومين اوحش مدرسين، مين المدرس اللي انا المفروض اخد معاه او مين المدرس اللي انا مش المفروض اخد معاه. ما كانش في حد يرشدني او يوجهني زي ما في دلوقتي، او انتوا دلوقتي عارفين ناس على النت، ناس اونلاين، ناس مش عارفه بتسمعوا فيديوهات. انا على وقتي ما كانش معايا اصلا تليفون ولا ما كنت وما كانش في حد قدامي يرشدني او يوجهني تاخد مع مدرس مين او ما تاخدش مع مدرس مين. في الفيديو ده انا هقول لك مين المدرسين اللي انت تاخد معاهم ومين افضل مدرسين انا خدت معاهم في ثانويه عامه سواء اونلاين او سواء منصات او سواء يوتيوب او سواء اللي انا خدت معاهم هنا في منطقتي. هقول لك على كل المدرسين دي وهقول لك مجموع اللي انا جبته في اولى ثانوي، تمام؟ هقول لك على كل حاجه حرفيا في الفيديو دوت، فعايزك تركز معايا كويس قوي في الفيديو دوت علشان تستفاد وتطلع باكبر قدر استفاده من الفيديو دوت. في البدايه كده عايز اعرفك حاجه، ان انا ما كنتش طالب شاطر، ما كنتش متفوق، ما كنتش بطلع من الاوائل، حتى يشهد عليا درجاتي قبل كده انا عمري ما طلعت من الاوائل، عمري ما كنت طلعت حتى من العشر الاوائل، ولا كنت جايب مجموع عالي حتى في ثالثه اعدادي زي ما انا قلت لك. جيت بدات اولى ثانوي وبدات اروح للمدرسين زي ما قلت لك. انا الحاجه الميزه اللي فيا ان انا كنت عارف مشاكلي، كنت عارف مشكلتي في العربي، مشكلتي في المواد، المواد الاساسيه اللي هي هتستمر معاك لثالثه ثانوي دي انا كنت عارف مشاكلي فيها، كنت عارف ان انا مثلا ضعيف في النحو في العربي، ضعيف في القواعد في الانجليزي، ضعيف في الرياضيات، ما كنتش باخد مع مدرس حلو، كنت شاطر فيها ومخي حلو بس ما كنتش باخد مع مدرس كويس، فكنت دايما بنقص في الرياضه. فكنت دي الحاجات اللي انا كنت محددها حرفيا، والحاجات الوحيده اللي فادتني في اولى ثانوي ان انا كنت محدد مشاكلي. فبدات خلاص انا هبدا اولى ثانوي يبقى انا هروح مع مدرسين معينين في المواد دول، الثلاث مواد دول لازم اروح مع مدرسين كويسين لان المواد دي بتفرق جدا في المجموع، ودي لازم تبقى واخد مع مدرس كويس عشان لما توصل ثالثه ثانوي تبقى متمكن فيهم. وحرفيا دي الحاجه الوحيده والميزه الوحيده اللي انا عملتها في اولى ثانوي ان انا حددت مشاكلي ورحت مع مدرسين كويسين اسسوني في المواد دي. يبقى كده المواد الاساسيه دي خلصنا منها. جيت بقى بدات السنه عادي جدا، ما كنتش بذاكر جامد ولا بتاع، هو درس الرياضه كنت بروحه، كنت بروحه مع واحد صاحبي وكنت شاطر جدا في المادة دي. لما بقى رحت مع مدرس كويس ومش عارف ايه بدأ يشرح لي وبدأ يفهمني واحدة واحدة وبتاع، كنت باخد مع المدرس دوت كان معاه كل الأوائل بتوع المدرسة كانوا بروحوا معاه، وكل الأوائل بتوع المدارس اللي جنبنا في إعدادية كانوا معاه، ولما جينا دخلنا أولى ثانوي فالأوائل دي كلهم معاه، وتخيل أنا معاه وأنا ما كنتش جايب مجموع عالي وبتاع، تمام؟ فروحت معاه وحرفيا بدأت شاطر جدا، ومن كتر ما هو كان بيفهمني وبيشرح لي أنا كنت شاطر جدا 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 معاه، لدرجة إن هو كان بيدينا مثلا أسئلة نحلها على السبورة، فأول ما بيشيل من على السؤال بكون انا كاتبه على الورقه بتاعتي وخلاص في الكراسه بتاعتي ومخلص حله، بقول له انا خلصت، فهو كان يكتب يسال يقول ازاي الحته خلص. فبدا يتعود خلاص ان احمد عاطف ده شاطر، كان شهرتي هناك ابو عواد، فكان بيقول لي ابو عواد مش عارف ايه. مش بحكي لك كده عشان اعرفك قد ايه انا كنت شاطر، بس بحكي لك كده ان انا كنت طالب مش شاطر خالص وازاي وصلت لمرحله الشطاره دي، تمام؟ طيب كان في مشكله بقى بتواجهني كمان في درس الرياضه دوت، ان هو كان بيشرح لنا وبتاع بس انا لما كنت بروح ما كنتش بذاكر. وهقول لك دلوقتي ليه انا ما كنتش بذاكر. انا اول ما بدات السنه انا اتفاجئت بكم المواد اللي موجوده في ثانويه عامه، حوالي 10 مواد حرفيا. انا كنت داخل ثانويه عامه ما كنتش اعرف يعني ايه فيزياء ولا يعني ايه كيمياء ولا يعني ايه احياء ولا يعني ايه جيولوجيا، ما كنتش اعرف اصلا المواد دي حرفيا. انا ما كانش في حد اكبر مني يرشدني ولا يعرفني ايه المواد دي، بلس ان انا كنت حد لوحده جدا، فما كنتش بسال حد ولا كنت بعرف حد اكبر مني مثلا دي في ايه او الثانويه عامه عامله ازاي او فاهم مواد ايه. حرفيا انا ده طلعت من ثالثه اعدادي قدمت ثانويه عامه على طول من غير ما افكر، من غير ما اعمل اي حاجه، من غير ما احسب الثانويه عامه دي فيها كم ماده ولا فيها كم بتاع ولا اخد مع مدرسين، دخلت على طول. حرفيا من اكبر المشاكل اللي كانت بتواجهني في ثانويه عامه ان انا ما كنتش كنت داخلها ما كنتش عارف المواد اللي فيها دي ايه. فالمهم يعني عدت، بدانا نذاكر ونعمل، واول ترم دوت عدى ما كنتش جايب فيه مجموع عالي لان زي ما قلت لك انا كنت يعتبر بتاسس في المواد. بدات اتاسس فعلا في العربي عقبال ما وصلت نهايه الترم الاول، كنت كويس جدا في النحو وكنت كويس جدا في قواعد الانجليزي، الرياضه كنت دخلت خدت مع مدرس كويس وبدات افهمها، بس برضو انا ما طلعتش من الاول في اولى ثانوي الترم الاول. طب ليه ما طلعتش منهم؟ كنت جايب مجموع حلو بس ما طلعتش من الاول. طب ليه؟ اقول لك يا سيدي ليه. السنه احنا بداناها حرفيا كان في مواد كتير
كتير جدا، واحنا كنا بادئين السنه زي ما قلت لك ما كنتش عارف اروح مع مين واخد مع مين او مين المدرسين او افضل مدرسين، فالموضوع دوت كان بيعطلني جدا عن المذاكره، ما كنتش عارف الحق اذاكر من كتر المواد، انا ما كنتش لحق اذاكر، كنت يا دوب اجي من الدرس اروح الدرس، اجي من الدرس اروح الدرس، ما كنتش بلحق اذاكر، دي كانت اكبر مشكله بتواجهني في ثانويه عامه. جيت بقى لما دخلت الترم الثاني، بدات الترم الثاني لا انا خلاص عرفت المدرسين المفروض اخد معاهم، بدات اسال الناس، عرفت مين اشطر مدرسين ومين احسن مدرسين، وبدات اخد مع المدرسين دول، وبدات فعلا اتاسس في المواد النحو والحاجات، بدات اتمكن منها جدا، وفعلا وحرفيا في مواد انا ما كنتش باخد فيها دروس في ثانويه عامه زي الفلسفه والعلم نفسه والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي كلها ما كنتش باخد فيها درس، لان انا عارف ان انا داخل ثانويه عامه ومش هخش ادبي، فليه اروح ادفع فلوس في حاجات زي كده وانا مش محتاج ان انا اتاسس فيها او محتاج اعرف فيها حاجه زي فلسفه وعلم نفس والجغرافيا، دي كلها مواد انا مش هخش ادبي، فدي كلها لها علاقه بالادبي، اللي ياخد اخش ادبي وناوي يخش ادبي يخش فيها ويتاسس فيها، انما انا واحد مش هخشها ليه اروح اخد فيها فلوس ادرس وادفع فلوس على الفاضي، تمام. فكنت الحاجه الميزه الوحيده اللي انا كنت بعملها برضه، انا كنت عارف انا عايز ايه، انا كنت عارف ان انا ضعيف في كذا وضعيف في كذا، فدول انا لازم اتاسس فيهم، دول لازم اخد فيهم مع مدرسين كويسين. تاني حاجه انا عارف ان انا داخل علمي، ما كنتش محدد اخش علم علوم ولا علم رياضه، بس كنت محدد ان انا علمي، فلا خلاص انا مش هخش ادبي، يبقى انا مش هاخد دروس في الحاجات دي، فكنت بركز اكتر على الحاجات اللي هي هتفضل معايا لثالثه ثانوي، لان في الاول وفي الاخر اللي احنا بنعمله في اولى وفي ثانيه ده ما هو الا على طريق وسيله يوصلونا لسنه ثالثه، فاحنا لازم نشوف ثالثه هيبقى فيها مواد ايه، ودي اللي نركز عليها، اللي هيستمر معانا حاجه زي العربي، حاجه زي الانجليزي، حاجه زي الرياضه، حاجه زي الفيزياء، حاجه زي الكيمياء، دول هيستمروا معانا لعن ثالثه ثانوي، ولو انت بقى تخش علم علوم فاحياء وجيولوجيا دول هيستمروا معاك، فتركز فيهم، تمام. فدي ركز على الحاجات اللي هتفضل معاك، تمام. فعلا بدات الترم الثاني اذاكر، وفعلا بدات خلاص انا عرفت المدرسين انا هاخد معاهم، فما بداتش تايه، ما بقتش باخد اكتر في الماده الواحده اكتر من درس، لا هي كل ماده هو درس واحد وهو مدرس واحد بذاكر معاه وبراجع معاه وبيشرح لي وباخد معاه في الحصه وكل حاجه، وبدات اروح البيت فعلا بقى خلاص طالما انا فهمت وما بقتش باخد دروس كتير بقى خلاص فهمت، بقى عندي وقت ان انا اذاكر، فعلا بدات اروح البيت بدات اذاكر، بدات الم اللي عليا، بدات اخد مع مدرسين كويسين، وخلاص الدنيا تمام، طالع من الدرس فاهم، بروح اذاكر وحل وهكذا، المدرس بيطلبه مني بروح اعمله، واجب بحله، مذاكره بذاكر، حل بحل، تحضير للدرس اللي هيبقى علينا الجاي بدات احضر، مش اللي هو بقى بحضر قبلها بنص ساعه ولا ده هو 10 دقايق في الطريق وانا ماشي بدات اقرا كده حاجات خفيفه عشان يبقى عندي خلفيه بس بالدرس، وفعلا الترم الثاني خلص وبدات بقيت تمام، ولقيت نفسي جايب مجموع 104 من 112 في الترم الثاني، ووقتها طلعت الرابع على المدرسه حرفيا، من واحد لا يفقه حاجه، من واحد ضايع، من واحد مش متاسس في ثالثه اعدادي، لواحد الرابع على المدرسه في اولى ثانوي. انا بقى نبدا اعرفك مين المدرسين اللي انا كنت باخد معاهم في اولى ثانوي، ومين افضل مدرسين انا اخدت معاهم سواء بقى منصات او سواء غيره، هقول لك دلوقتي على كل حاجه، دلوقتي انا قلت لك على المجموع، دلوقتي قلت لك على المشاكل، دلوقتي قلت لك على الحاجات اللي انت المفروض تتجنبها في ثانويه عامه. تعالى بقى نبدا ونشوف مين المدرسين المفروض تاخد معاهم على المنصات. نيجي بقى دلوقتي للجزء الخاص للمنصات اللي انا كنت باخد معاها. مبدئيا انا ما كنتش باخد غير مع منصه واحده هي منصه بي اونلاين. بالنسبه للاحياء انا كنت باخد مع احمد قطب، حرفيا احمد قطب ده من احسن الناس اللي ممكن تاخد معاهم احياء، هيفهمك كل حته في المنهج. اما بقى بالنسبه للفيزياء كنت باخد مع محمود فؤاد، حرفيا مش بيكلكع لك كده الفيزياء ومش بيضخمها لك ومش بعقدك فيها، بالعكس ببساطة لك وبتفهم منها. في مدرس تاني الطلاب بتقول عليه حسام خليل، وده كويس فعلا، بس انا ما كنتش باخد معاه. بالنسبة بقى للكيمياء فطبعا المدرس الغني عن التعريف اصلا محمد عبد الجواد، ده حرفيا بيدربكوا على كل سؤال، بصوا بيخليكوا تحلوا لحد ما تزهقوا، بيدربكوا على كل الاسئله اللي هتيجي سواء نظام قديم او سواء نظام جديد، وحرفيا بيقعد يهزر ويضحك معاك في الحصه، مش بحسسك ان انت بتذاكر اصلا. اما بقى بالنسبه للتاريخ ففي احمد الباشا، وبالنسبه للجغرافيا ففي فيصل، دول انا ما كنتش باخد معاهم بس اصحابي بيقولوا عليهم، لان ما كنتش باخد لا تاريخ ولا جغرافيا، لان انا مش هخش علمي زي ما قلت لكم في الاول، لان انا مش هخش ادبي زي ما قلت لكم في الاول، وبس كده. دي حرفيا كان كل حاجه تخص التجربه بتاعتي في ثانوي. لو محتاجين فيديوهات اكتر فممكن انزل لكم فيديوهات اكتر عن اولى ثانوي، ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت عايزين فيديوهات ايه عن المره الجايه، وبس كده اشوفكم، وشكم على خير، سلام.